والحقيقة لدينا أيضا قتلة قبل استشهاد الشهيد لم يظهر قاتليهم لحد الآن، كذلك قتلت فاهم الطائي الذي قتل في كربلاء أيضا، وبالأمس قتل أو استشهد تحسين أسامة في البصرة. هذه العصابات المنفلتة يجب أن يتم إلقاء القبض عليها وتقديمها إلى العدالة. رسالتي للسيد رئيس الوزراء، كل ما تفعله هواء في شبك. أهم شيء لدينا هو محاسبة قتلة المتظاهرين المكشوفين والذين يقتلون تحت جنح الظلام يوميا أو بفترات متعاقبة.